بمناسبة كلامنا على لعيبة المنتخب وعن فوز الأهلي بالدوري الأبطال والكونفدرالية، أنا جايب لك إحصائية مش بقصة الأفضل بقى، قصة المركز. لعيبة الأهلي اللي شاركت في البطولة على مستوى نفس المركز أو اللعيبة اللي بتنافسها في نفس المركز في كل الأندية الأخرى، تعال نشوف لعيبة الأهلي عملت إيه وأرقامها عاملة إزاي. اتفضل كابتن رامي. علي معلول، احنا بنتكلم على اكتر اللاعبين صناع اهداف طبعا، يعني علي معلول صنع ثلاث أهداف. اهداف في مركزه، ترتيبه على مستوى الباك ليفت على مستوى البطوله كلها نمره واحد. صحيح. بنتكلم على الاكثر تسجيل الاهداف، حسين الشحات ثلاث اهداف، ترتيبه على مستوى البطوله ثاني هداف البطوله. مظبوط. محاولات على المرمى، محمود كهربا 5.6، ترتيبه الاول على البطوله على الرغم من انه عدد مشاركته قليله. بالظبط كده، دي نقطه جدا تحسب لكهربا. الاكثر تمريرات قفشه برده 64.5، ترتيبه الثالث برده مشاركته قليله جدا. طبعا قفشه برده كان علامه استفهام بصراحه. قفشه لا قفشه، بس برده ندي له حقه اللي هو لعيب فعلا لعيب محترف، وقت ما بيطلب بيأدي. الاكثر صناعه الفرص على ملك الحلول علي معلول 19 فرصه، الترتيب الثالث. الترتيب الثالث على مستوى الباك ليفت الصناعة في البطوله، في البطوله كلها. الاكثر تمرير طولي عبد المنعم اللونج باس 4.6، ترتيبه السادس. الاكثر نجاحا في المراوغات رضا سليم 2.3، ترتيبه الثامن. الاكثر استخلاص اكرم توفيق 3.1، ترتيبه الاول. طبعا دي اشاده برضو لاكرم اللي هو يرجع بعد فتره. اكرم جاب مستوى السيء. أيوة يعني رجع فنش البطوله دي. رجع اكرم اللي هو اكرم اللي هو قبل الاصابه. صحيح. فدي برضو تتحسب له. الاكثر نظافه للشباك مصطفى شوبير 9 مباريات، كلين شيت 100%. كل الماتشات اللي شارك فيها شوبير طلع كلين شيت 100%. الاكثر تصديا للكرات مصطفى شوبير 3.2، ترتيبه الثاني على البطوله. الأكثر إفساد لهجمات المنافس رامي ربيع 4.4، الترتيب الخامس. أرقام مميزة جدا برضه الحقيقة، بتعكس وخصوصا إنه في لعيبة كتير منهم واحد، يعني وأنت طبعا أضرب بالحالة المعنوية والنفسية وقد إيه تأثيرها على اللعيب في إنه يطلع مستواه ويجيب اللي عنده بنسبة 100%. قفشة ما بيشاركش كتير ومع ذلك فعال ومؤثر جدا. كهربا نفس الحكاية ما شاركش كتير. مصطفى شوبير فعال ومؤثر. مصطفى شوبير متضر للنار. مصطفى شوبير اتولد نجم الحقيقة في بالذات في البطولة دي. يمكن البطولة اللي قبل كده. البطولة اللي قبل كده برضه ماتش الوداد يا كابتن أحمد. بص يا كابتن رامي، وارد جدا جدا إنه لعيب يطلع في المباراة سوبر السوبر. وينام بعدها 10. لا اللي هو يحافظ، لكن فكره انه يبقى في ثبات في المستوى ويبقى مكمل بنفس وياخد ثقه جمهور زي النادي الاهلي. على فكره انه اللاعب ياخد ثقه جمهور الاهلي خلاص كده صعب كل حاجة. جدا 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 ده اقوى سلاح دلوقتي مع مصطفى. وانا